السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في هذا الفيديو اللي غادي نخصص لكم في واحد مسألة مهمة جدا اللي غادي تطرا على تحويل ديال بعض الاختصاصات من السلطة القضائية والسيد وكيل الملك إلى السلطة المركزية بوزارة الداخلية، حيث أن بعض الاختصاصات غيتم تحويل ديالها، حيث غتحول الاختصاصات من السلطة القضائية يعني من المحكمة لمن السلطة المركزية ديال وزارة الداخلية أو من تفوض له، أي من تفوض له هو المجلس الإقليمي مثلا، المفتشية الإقليمية، المفتش ديال الإقليم أو ديال العمالة. فيما يخص الإدخال ديال تسجيل وقائع واحد الولادة أو واحد الوفاة غير مصرح بها في داخل الأجل القانوني حسب المادة 21 من القانون، أي أن تصريح بواحد الولادة أو واحد الوفاة ما صرحتيش بها داخل الأجل القانوني اللي هو 30 يوم من يوم وقوعها، أنه كتلجأ للمحكمة باش تدير لك إذن ديال تسجيل ديال الوقائع ديال الولادة أو الوفاة. وكان هذا الشيء كان كيتم عن طريق المحكمة، يعني عن طريق السلطة القضائية غيتم تحويل ديال هذا الاختصاص الى لمن؟ الى السلطه المركزيه لوزاره الداخليه، وزاره الداخليه اللي تتكلف بهذه الامور او من تفوض له. ولكن هنا تنظن ان وزاره الداخليه باش تتكلف هي بهذه الاختصاصات اللي هي كثيره، كتكون بزاف شحال ديال الاحكام ديال الولادات والوفيات غير اللي كتكون في غير الاجل القانوني، كتكون بزاف كثيره، وبالتالي فالسلطه المركزيه ديال الوزارة الداخلية ما يمكنلاش تحمل هذا العبء وهذا الكم الكبير ديال هاد الأحكام. غادي يتم عن طريق التفويض، والتفويض غادي يكون عن طريق المفتشية، يعني المفتش ديال الإقليم هو اللي غيولي عندو الاختصاص بالتفويض، أنه يأذن بتسجيل هاد الولادة أو الوفاة التي لم يتم التصريح بها داخل الأجل القانوني اللي هو 30 يوم من يوم وقوعها، وغادي يعطيك هذاك الاذن، غادي يمشي يجيبو هذاك السيد اللي ما صرحش بالوفاه او لا بالولاده بالاجل القانوني، يمشي يجيبها غير من الاقليم ماشي عن طريق المحكمه تولي. واختصاص الثاني هو غيكون ثاني من ديال الوكيل الملك، غيولي السلطه المركزيه كما قلنا وزاره الداخليه او لا او من يفوض له. فيما كيخص بتسليم بتسليم المستخرجات ديال رسوم الحاله المدنيه لمن ليس لهم الحق في ذلك حسب القانون 43 من القانون، ان شي واحد كيبغي ياخذ نسخه كامله او لا نسخه شامله من رسم الولاده ولكن ما عندوش الحق انه ياخذها، كيضطر انه كان كيمشي عند وكيل الملك يدل له وكيل الملك انه يقدر ياخذها، في حين دابا تولي في الاختصاص ديال من ما تبقاش الاذن وكيل الملك، تولي في السلطه المركزيه لوزاره الداخليه او من تفوض له واللي كتفوض ليه تكون هما المفتشيه. وغالبا ما يمكنش كما قلت ان المركز اللي سميتو السلطه المركزيه ديال وزاره الداخليه تحمل هذا العبء كامل وهذا الكم الهائل ديال الطلبات، بالتالي غيكون عن طريق كل اقليم يتحمل المسؤوليه ديالو، غيكون تفويض السلطه المركزيه تفوض لهذا الاقليم هذا عن طريق المفتش، تفوض له بانه ياذن او انه ياذن لك انك تمكن لك تاخذ نسخه كامله ونسخه شامله لمن ليس له الحق. مثلا المراه مطلقه من راجلها بغات تاخذ نسخه كامله ديال راجلها، تمشي لشي جماعه تمشي تاخذ نسخه كامله ديال راجلها باش دخل واحد البنيه واحد الوليد او لا واحد الوليد زاد، كانت مزوجه معاه مع راجلها، خرجت لعندو وهي في الشهر الاخر ديالها مثلا ولا في الشهور الاخرانيين باش تولد، مشات للدار ديالهم هو طلقها، هذيك الساعه طلقها عندها 7 شهور عندها 6 شهور عندها 8 شهور وطلقها، طلقها مشات للدار ديالهم ولدت، اذا الولد ولد من؟ ولد راجلها، اذا راه ولد الزوج ديالها او البنت راه بنتهم حسب العقد ديال الزواج. باش تسجلو كتقول لهم بغيت نسخه كامله ولا عقد الزياد ديال الزوج ديالي، كتمشي للضابط الحاله المدنيه كيقول لها لا ما عندكش الحق انت مطلقه منه دابا حاليا، اذا هنا كتلجا هي لمن؟ الوكيل الملك، كيعطيها الاذن انها يتم استخراج نسخه كامله او نسخه مجازه من رسم الولاده ديال الزوج ديالها باش تقدر تسجل هذاك الوليد ولا ديك البنيه. دابا حاليا تولي عن طريق المفتشيه، يعني هما كيقولوا الوزاره السلطه المركزيه لوزاره الداخليه، والوزاره الداخليه ما يمكنلاش تحمل كما قلت شي، غيكون عن طريق التفويض يفوضوا للسيد مفتش الاقليمي اللي
كذا كذا كذا، اي اقليم اقاليم اللي يكونوا مثلا في الرباط، في الدار البيضاء، في قنيطره، في طنجه، مراكش، يفوضوا له ب تسليم اعطاء الاذن بتسليم مستخرجات ديال الرسوم الحاله المدنيه. ثاني تحويل الاختصاص الثالث وشنو هو، هو يعني من الوكيل الملك الى السلطه المركزيه بوزاره الداخليه او من يفوض له بخصوص ماذا، بخصوص الاذن باصلاح الاخطاء الماديه. اصلاح الاخطاء الماديه، راك عارف ان الاخطاء الماديه مثلا عندك شي خطا مادي، عندك الاسم بالفرنسيه او لا بالعربيه او لا، بغي يكتبوا لك محمد كتبوا لك سعيد، خطا تسمى خطا مادي، تسمى خطا مادي. او لا كاين شي خطا في الاسم العائلي، مثلا جبيره دار له جبي وجبير والتاء نتا اللي مربوطه نتا اللي في الاخر نتا ما دارهاش ليا، اذا كتسمى خطا مادي. اذا انا كنت كنمشي عند السيد وكيل الملك في المحكمه وكندير طلب اصلاح الخطا المادي، وذلك بيجي عليه جبيره بالتاء بدلا من جبيره بلا تاء. دابا يولي الاختصاص فين؟ عند السلطه المركزيه لوزاره الداخليه، راه كيهضروا على الرباط، ولكن هما او من يفوض له، يعني شكون اللي يفوض ليه؟ التفويض غيكون عند المفتشيه، مفتش ديال الاقليم. يعني تمشي للمفتش ديال الاقليم، الا كنتي مثلا في هذاك الاقليم ساكنت فيه، غتمشي للمفتش ديال المفتشيه الاقليميه، غتمشي للاقليم وغدير الطلب ديالك وغدفعو لهم مع النسخه الكامله اللي فيها الخطا، وغدير انك تطلب اصلاح الخطا المادي، وتجيب نسخه كامله مثلا اللي كان في الاسم العائلي، تجيب نسخه كامله ديال الاب ديالك اللي فيها الاسم العائلي صحيح، وتجيبها لهم وتطلب الاذن وتطلب الاصلاح. هذيك الساعه المفتش هو اللي كيدير لك طلب الاصلاح وكيعطيه لك في البرامج السدوده، كيعطي لك كتمشي ديه انت لضابط الحاله المدنيه في مكان الزيه ديالك، وديك الساعه كيدير لك الاصلاح. اذا يتم الاختصاص تكون في تصريح بالولاده، الاذن كيدير لك بالتصريح بالولاده او الوفاه الغير مصرح لها بها في الاجل القانوني اللي هو 30 يوم حسب الماده 21 من القانون. الاختصاص الثاني هو انه يدير لك باستخراج رسوم الحاله المدنيه، نسخه كامله، عقد ازدياد او ما شابه ذلك، الشخص الذي ليس هو الحق بانه يخرجهم. كاش كنعرفوا ان ذوي الاصول هما اللي كيخرجوا، مثلا بغيت انا نسخه كامله ولا عقد ازدياد ديالي، يمكن ناخذهم انا او لا، يمكنهم يتيريهم با او لامي او لاخويا او للعم، حسب يعني ذوي الاصول. الاختصاص قالنا الثالث هو انه الاصلاح للاخطاء الماديه، الاخطاء الماديه. اذا هذا كان فيديو توضيحي حول هذه الاختصاصات فيها تولي ان شاء الله. يعني غالبا انا ما تنقولش السلطه المركزيه تبقى في هذا الشيء ما يمكنش، ولكن من يفوض له، اذا والمفوض له شكون هو؟ يكون هو الاقليم، المفتش الاقليمي. الى هنا ينتهي الفيديو، كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يعم الفائده لجميع السكان ديال المغرب ان شاء الله، كلشي يكون عارف المساله دي هي ويكون على درايه بها ويفهمها مزيان، بقاش قدر ما يفهمهاش بواحد الصيغه، حنا شرحتها بواحد الطريقه مبسطه باش تفهموها. وما تنساوش انكم تبارطاجيو كما قلت، ولا ما كنتيش مشترك في القناه اشترك في القناه باش تعم الفائده. انا كندير دروس تعليميه المستوى الاول ابتدائي، الثاني ابتدائي، الثالث ابتدائي، يعني الابتدائي، وكندير دروس في فيديوهات توضيحيه في المجال ديال الاداري، المجال الاداري. الى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.